شلونكم؟ بيض الله وجهكم. والله ما ادري انتم تسحرتوا ولا باقي، تراني انا والله ما بعد تسحرت، وراي حول 40 كيلو، لكن ان شاء الله انا هي بقى هتلحق باذن الله، هتلحق. اما ذا ولا اخذت الصحين ذا معي وتسحر والله السحر معنا وخلاص. طيب وصلنا للنتيجه النهائيه، طورني، شكرا لكم على تفاعلكم في التاج، وبيض الله وجهكم مجموعه الشلفه اللي هو ممثلهم اليوم سعود الجوزة، ومجموعة البيرق يمثلهم علي بن هادي. بيض الله يجيكم يا شباب. نقول اليوم باقي السحب، خلاص سحبنا 1000 لا لا خلينا 1000 ألف مبروك بتقييم الشيف أيمن، سمعوني تحية للشيف أيمن، بالله يستاهل. شكرا لك. هلا هلا. طيب ألف مبروك. يقول الشيف أيمن، شيف ايش رايك في الطبخ اليوم؟ جميلة، أنا اللي عاملها بقى لازم تكون حلوة. الله. طيب وش تسمونها هذه؟ دي فطاير في الطاسة. ما في الطاسة. فطاير مملحة في الطاسة مش في الفرن. يا سلام. هو عادة المتبع أن الفطير بيتعمل في الفرن. جميل. بس طيب. النهاردة عملناه في الطاسة. الشباب. احنا ما عندناش فرن يبقى نعمله في الطاسة. طيب أتقنوها الشباب؟ تشوف الشباب أتقنوها. أتقنوها. لا بالفعل هم. وش رأيك في الولد هذا الوحش؟ لا ممتاز. هذا؟ لا 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 سعود جميل بصراحة. والصبي ذا اللي. لا ده فورة 10/10. الله. لا 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 لا. طيب ألف مبروك للفريق اللي حصل على 3000 ريال. في فقرة سحورنا سعود الجوزة 3000 ريال نقطة، مبروك. الله يبارك فيك. وللأسف علي بن هادي كذلك 3000 نقطة. متساويين الاثنين. متساويين. والف مبروك وبيض الله وجهكم على كل حال. يعطيك العافية. الله يكرمك. نهاية الفقرات كل يوم متساويين تعجبني. لا تقييم الشيف. الشيف الشيف بس ما فيش فرق. الشيف الشيف الله يعطيه العافية. احنا نضبطه ترى زيادة. شفت الشيف؟ احنا لنا سنة كاملة الين جبناه تدري؟ والله سنة كاملة. سنة كاملة. رفعنا ايميل على مشبب علي. مشبب مشبب ارفعه من ذا الين راح لسامي الجعوني، سامي ارفعه من سامي الى صالح. ورانا بث ورانا بث. انت سمعت بس بعلم هو ليش معه قلم سامي؟ هو ليش معه قلم احمر؟ طيب تعال تدخل بعد ذا دنيا من سامي الى صالح قلم الاحمر. بيض الله وجهكم على كل حال، يعطيكم الف عافيه. وصل سم كلش احمر بأحمر هو لازم مره احمر مره ابيض مره اصفر. لن هذا يعني لبس الشيء كذا ترى عليه في تطور. اجل تبي ثوب وغطره ولسه كيف ثوب وغطره يطبخ ده لسه هيبقى فيه ازرق ولسه غطره يستخدم زي سعود. ايه بس استطعمه كله. شو اسوي ذا؟ انا بقيم اللي كله هو ها؟ خلاص قيم عقب ذا عقب الفقرة. وصلنا وياكم لنهاية فقرتنا جمهورنا الكريم، وبيض الله وجهكم على كل حال، يعطيكم الف عافية. وبكرة بإذن الله أراكم في تمام الساعة 2:30، وأتمنى ما حد يدخل على وقت فقرتي، لأني لو أشوف أحد قدامي من المتسابقين أبتل الربيز من 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 إذنه وبجي هنا أقدم فقرتي. قد أحذر من أنذر من أعذر، الكلام هذا للمتسابقين حتى مشرف القناة. أنا مقدم هنا، تبدأ فقرتي 2:30 تنتهي 3:30، لا أحد يطمر على فقرتي. سلام عليكم.